أعلن الموقع الرسمي للنجم عمرو دياب عن طرحه لألبومه الجديد الذي يحمل اسم مبدئي هي حياتي في عيد الفطر المقبل، وذلك بعدما كان من المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل ولكن تأجل لعدم الانتهاء من المراحل الأخيرة للألبوم. أعلن أيضا الموقع عن استعداد عمرو دياب لتصوير كليب جديد من ألبومه في شهر يوليو المقبل، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل جديدة عن اسم الأغنية أو اسم المخرج. من ناحية أخرى، ما زال عمرو يضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد واختيار باقي أغنياته، ومن الأغنيات التي تأكد ضمها في الألبوم عارف حبيبي وقال فاكرينك ومالي عينيا وألومك ليه. معني دي فرصة عمر ضيعها ليه، مش معقول عيني قدام عينيه ده اكتر من اللي حلمت.